السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايب قلبي. النهاردة بإذن الله جايبة لكم استخدامات جميلة جدا ليكي ولأسرتك، لأطفالك، لزوجك كمان، ليكي انتي، من بودرة التلج او بيبي جونسون، اي بودرة عندك، مش لازم الماركة اللي معايا، هتستخدميها في اكتر من حاجة وهقولك اكتر من طريقة اللي استخدمها هتسعدك جدا وهتريحك جدا جدا. حابه ارحب بيكي طبعا لو اول مره تزوري القناه، بتمنى ان انتي تدوسي على زر اشتراك وكمان تدوسي على الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول ما تنزل، ولو سمحتي ادعميني باللايك والشير للفيديو. اول استخدام تقدري طبعا تستخدميه لبودرة التلج او بيبي جونسون، هي مثبت للمكياج بتاعك. بعد ما تحطي المكياج بتاعك مش لازم يكون عندك بودرة لتثبيت الميك اب بتاعك، تقدري تستخدميها بكل سهولة، بتديكي نفس الطريقة على فكرة، وبتبقى بشرتك ناعمة جدا. في بنات، انا عارفة ان في بنات كتير عارفة المعلومة دي، بس انا بقولها للافادة جماعة لو في لسه حد مبتدئ وما يعرفهاش. تاني استخدام تقدري تستخدميها للبيبي جونسون او البودرة، هي اي التهابات طبعا بتحصل تحت منطقة ثديك، بيبقى فيه نتيجة البراكدة، بيبقى فيه شوية تسلخات تحت الثدي كده او التهابات، تقدري تستخدميها تعملي خليط من الشابة اهي معايا او الشاب، طبعا بتبقى حجر زي كده زي ما انتوا شايفين معايا، بتجيبيها وتدقيها كويس جدا، وبعد كده بتطحنيها في المطحنة لغاية ما تديكي بودرة زي بودرة التلج، وبتحطي المكونين على بعض، بودرة التلج وكمان الشابة، بعد ما تطحنيها بمقادير متساوية، يعني معلقة من كل حاجة، تعملي برطمان وتخليها عندك في بضارة كده، وبتبدأي بعد كده ان انتي تستخدميها الكامل صدرك بقى. الشابة والبودرة جماعة هتستخدميها لو في عندك ترهلات في الثدي، اما للالتهابات هتستخدمي البودرة بس لوحديها تحت ثديك. اما الخليط اللي هو الشابة والبودرة ده هيكون برضو هينفعك جدا طبعا لريحة العرق والالتهابات، وكمان بيشد الصدر جدا لو في اي ترهلات. كمان تقدري تعملي خليط حلو جدا جدا لتبييض البشرة، اسهل من كده مش هتلاقي. يعني ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ماسك بسيط جدا بس هيديكي نتائج حلوة قوي. بودرة التلج بودرة سحرية للتبييض، هتاخدي بمقدار معلقة صغيرة من بودرة التلج، عليها مقدار معلقة برضو صغيرة من الحليب البودرة او الحليب المجفف اي نوع طبعا، وبتخلطيهم على بعض، وبتبدأي تنزلي عليهم عصير ليمون، يعني بمقدار معلقة او معلقتين على حسب ما يتعجنوا معاكي ويبقوا بالشكل ده. بتبدأي على بشرة نظيفة تفرديهم، تنشفي بشرتك كويس، وبعد كده تفرديهم قبل النوم نص ساعة كده، بتحسي بتغير في بشرتك تماما، بتحسي ان بشرتك اي اسمرار فيها اختفى بإذن الله، وكمان اي بقع بتريح بشرتك جدا، بتحسي ان بشرتك عاملة زي الاطفال كده مع المداومة عليها. تقدري تستخدميها من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع، مش مكلفة خالص، وكمان بسيطة وسهلة، مش هتتعبك يعني وانتي بتعمليها. تقدري طبعا تستخدمي بودرة الاطفال ديت برضو لتعطير الشوزات بتاعتك ولتعطير رجليكي ورجلين اولادك ورجلين جوزك كمان، نسبة بسيطة جدا خفيفة خالص، ترشيها على القدمين وبين الاصابع كده، وبتسيبيها كام دقيقة، وبعد كده بتلبسي الشوز بتاعك. ريحة الشوز بتاعك دايما بتبقى ريحتها حلوة، مهما عرقتي ما بيطلعش ريحة لرجليكي ولا لكمان للشوز. بكده انا اكون قلت لكم على بعض استخدامات بودرة جونسون، هي جميلة جدا. يا رب يكون الفيديو النهاردة بسيط عليكم وخفيف، وتجربوا الافكار ديت وتقولوا لي طبعا ارائكم في الكومنتات، بتهمني جدا، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايب قلبي. النهاردة بإذن الله جايبة لكم استخدامات جميلة جدا ليكي ولأسرتك، لأطفالك، لزوجك كمان، ليكي انتي، من بودرة التلج او بيبي جونسون، اي بودرة عندك، مش لازم الماركة اللي معايا، هتستخدميها في اكتر من حاجة، وهقولك اكتر من طريقة اللي استخدمها هتسعدك جدا وهتريحك جدا جدا. حابه ارحب بيكي طبعا لو اول مره تزوري القناه، بتمنى ان انتي تدوسي على زر اشتراك وكمان تدوسي على الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول ما تنزل، ولو سمحتي ادعميني باللايك والشير للفيديو. اول استخدام تقدري طبعا تستخدميه لبودره التلج او بيبي جونسون، هي مثبت للمكياج بتاعك. بعد ما تحطي المكياج بتاعك مش لازم يكون عندك بودرة لتثبيت الميك اب بتاعك، تقدري تستخدميها بكل سهولة، بتديكي نفس الطريقة على فكرة، وبتبقى بشرتك ناعمة جدا. في بنات، انا عارفة ان في بنات كتير عارفة المعلومة دي، بس انا بقولها للافادة يا جماعة لو في لسه حد مبتدئ وما يعرفهاش. تاني استخدام تقدري تستخدميها للبيبي جونسون او البودرة، هي اي التهابات طبعا بتحصل تحت منطقة ثديك، بيبقى فيه نتيجة البرا كده، بيبقى فيه شوية تسلخات تحت الثدي كده او التهابات، تقدري تستخدميها تعملي خليط من الشابة اهي معايا او الشاب، طبعا بتبقى حجر زي كده زي ما انتوا شايفين معايا، بتجيبيها وتدقيها كويس جدا، وبعد كده بتطحنيها في المطحنة لغاية ما تديكي بودرة زي بودرة التلج، وبتحطي المكونين على بعض، بودرة التلج وكمان الشابة بعد ما تطحنيها بمقادير متساوية، يعني معلقة من كل حاجة، تعملي برطمان وتخليها عندك في بضارة كده، وبتبدأي بعد كده ان انتي تستخدميها الكامل سترك بقى. الشابة والبودرة جماعة هتستخدميها لو في عندك ترهلات في الثدي، اما للالتهابات هتستخدمي البودرة بس لوحديها تحت ثديك. اما الخليط اللي هو الشابة والبودرة ده هيكون برضو هينفعك جدا طبعا لريحة العرق والالتهابات، وكمان بيشد الصدر جدا لو في اي ترهلات. كمان تقدري تعملي خليط حلو جدا جدا لتبييض البشرة، اسهل من كده مش هتلاقي. يعني ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ماسك بسيط جدا بس هيديكي نتائج حلوة قوي. بودرة التلج بودرة سحرية للتبييض، هتاخدي بمقدار معلقة صغيرة من بودرة التلج، عليها مقدار معلقة برضو صغيرة من الحليب البودرة او الحليب المجفف اي نوع طبعا، وبتخلطيهم على بعض، وبتبدأي تنزلي عليهم عصير ليمون يعني بمقدار معلقة او معلقتين على حسب ما يتعجنوا معاكي ويبقوا بالشكل ده. بتبدأي على بشرة نظيفة تفرديهم، تنشفي بشرتك كويس، وبعد كده تفرديهم قبل النوم نص ساعة كده، بتحسي بتغير في بشرتك تماما، بتحسي ان بشرتك اي اسمرار فيها اختفى بإذن الله، وكمان اي بقع، بتريح بشرتك جدا، بتحسي ان بشرتك عاملة زي الاطفال كده مع المداومة عليها. تقدري تستخدميها من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع، مش مكلفة خالص، وكمان بسيطة وسهلة، مش هتتعبك يعني وانتي بتعمليها. تقدري طبعا تستخدمي بودرة الاطفال ديت برضو لتعطير الشوزات بتاعتك ولتعطير رجليكي ورجلين اولادك ورجلين جوزك كمان، نسبة بسيطة جدا خفيفة خالص، ترشيها على القدمين وبين الاصابع كده، وبتسيبيها كام دقيقة، وبعد كده بتلبسي الشوز بتاعك. ريحة الشوز بتاعك دايما بتبقى ريحتها حلوة، مهما عرقتي ما بيطلعش ريحة لرجليكي ولا كمان للشوز. بكده انا اكون قلت لكم على بعض استخدامات بودرة جونسون، هي جميلة جدا. يا رب يكون الفيديو النهاردة بسيط عليكم وخفيف، وتجربوا الافكار ديت وتقولوا لي طبعا ارائكم في الكومنتات، بتهمني جدا، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.